واحدة من وجوه عدن المشرفة لما قدمته في مجال عملها ولا تزال تقدمه، إنها كلثوم ناصر النواصري، وجه المدينة لهذه الحلقة. أسست أول اتحاد تجاري لمالكات المشاريع الصغيرة، وتترأس حالياً مجلس سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن. إنها سيدة الأعمال العدنية كلثوم ناصر النواصري، إحدى رائدات العمل التجاري الحر. بالنسبة لسيدات الأعمال في عدن، الواقع أنه هذا المجال كان منذ الستينات، ولكن نتيجة لظروف اختفت كثير من سيدات الأعمال، والآن بدأنا يظهرنا إلى الساحة من جديد. ومنذ 2008 قمنا بتأسيس مكتب لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية عدن. فمنذ 2008 كنا مهتمات بالسيدات الأعمال الرئيسيات اللي هم موجودات في الساحة. نشأت كلثوم النواصري في عائلة تجارية وعاشت خارج الوطن لأكثر من 30 عاما، متنقلة في مسيرتها التعليمية والعملية بين أكثر من عاصمة عربية وأجنبية، قبل أن تعود للعيش والاستقرار في مدينتها عدن، وفيها بدأت مرحلة جديدة في سوق المال والأعمال. أبي كان تاجر وأمي كانت برضو تاجرة، يعني كانوا يعملوا في هذا المجال التجاري. وأعتقد وجدت نفسي إنه أنا أصلاً خريجة اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة بغداد، ودرست دراسات عليا في النمسا جامعة فيينا، واشتغلت في وزارة الخارجية، اشتغلت في وزارة الخارجية في عدن، ثم سافرت للخارج وعملت مع الأمم المتحدة، فبقيت حوالي 30 سنة خارج الوطن. لكن لما عدت إلى بلادي وجدت إنه بلادي تخلفت كثير، تخلفت في شتى المجالات، بالذات المجال الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. فحبيت هنا أن أساعد، أنا أعمل مجهود خيري، ما حد يدفع لي أي شيء ولا الغرفة التجارية تعطيني أي شيء، ولكنه عمل من ذات نفسي، عمل خيري طوعي. قلت إنني أنتشل الطبقة الفقيرة من البنات لمحاربة الفقر، وهذه الفكرة أساساً من إنشاء هذا الاتحاد، وهو إن احنا نحارب الفقر ونكافح البطالة في نفس الوقت. لم تغفل كلثوم ناصر دورها كسيدة أعمال تجاه المرأة العدنية التي تعيش وضعاً معيشياً صعباً في بلد أهلكته الحروب، كان آخرها حرب ميليشيا الإنقلابيين وما سببته من خراب وكساد اقتصادي، فعمدت إلى تدريب الفتيات خاصة الجامعيات وإلحاقهن بمشاريع صغيرة تؤهلهن للتحرر من قيود الوظيفة وتساعدهن على الانطلاق نحو تأسيس عمل حر. نتيجة للظروف اللي الآن تمر بها البلد، ابتدأنا نعمل دورات تدريبية لشابات، بدأنا في النشاطات التجارية، وبدأنا نهتم بهذه الفئة من الشابات، وأعتقد إنه الآن العدد قد تخطى 400 شابة كلهن يعملوا في مجال النشاط التجاري بشتى أنواعه، بدءاً من المهندسات المعماريات إلى المهندسات الاتصالات إلى 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 النقش في الحنة. الهدف من الاتحاد أولاً وقبل كل شيء هو التمكين الاقتصادي، الغرض منه هو التمكين الاقتصادي. ما معنى التمكين الاقتصادي؟ الغرض منه هو خلق كيان يرفع من الدخل، يرفع الشباب من وضع البطالة إلى وضع العمل والإنتاج. حماية
فتيات العاملات في المشاريع الصغيرة ودعمهن بشتى الوسائل هي رسالة سيدة الأعمال كلثوم ناصر وهدفها في الحياة، بالإضافة إلى عمل متجر إلكتروني مجاني كمشروع مستقبلي للترويج لمنتجات الفتيات وتسهيل الوصول إليها بصورة سهلة وميسرة. عملنا دليل تجاري، دليل تجاري، هذا الدليل الآن بيكون زي اليلو بيجز بالخارج، يعني أي واحد يشتي صانعة معجنات أو كيك أو شيء بيفتح الدليل وبيلاقي قائمة طويلة من البنات اللي يقيدوا صناعة الكيك وصناعة المعجنات ومعاه نماذج من أشغالهم. أي واحد يشتي خياطة، أي واحد يشتي مثلا مهندسة، أي واحد يشتي مصممة تصميم، عندنا بنات مصممات كثيرات، قلت لك معظمهم جامعيات ما شاء الله عليهم يعني شطار، بس طبعا ما لاقوش الحاضنة، ما لاقوش الحاضنة ولا لاقوا حد يروق لهم. فهذه الآن الاتحاد هذا سيقوم بهذا الدور، دور الترويج، دور الدعاية، دور الإعلان، دور الاحتضان، وأهم حاجة الحماية. يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان أن نكون عنصر حماية للبنات الناشطات. هذا شيء. والشيء الأخير أنا أشتي أقول إنه الآن إحنا بنعمل متجر إلكتروني مجاناً طبعاً، لكل وحدة تشتي تبيع بضاعته بيكون بكل الوسائل الإلكترونية موجود اسمها ونوع بضاعتها، هذا بيسهل للناس كيفية الوصول إليها بسرعة. لم تعرف كلثوم النواصر اليأس يوما، على الرغم من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التمويل الذي وإن توفر فلا يرقى إلى مستوى الاحتياجات وقد لا يتجاوز 20%، لكنها في المقابل ترفض الاستسلام لفساد الأوضاع وانتهاكات الحروب. أكبر مشكلة في كل العالم الآن التمويل. إحنا عندنا بنوك صحيح تعمل تعطي بعض القروض، لكنها قروض أكاد أقول أنها مجحفة، لا تتناسب مع أوضاعنا، فكثير من القروض تصل فيها فوائد يسموها هم طبعاً ربحية أو لهم تسميات أخرى، لكنها قد تصل إلى 24%، وهذا طبعاً بالنسبة لأي مبتدئ تعتبر كارثة. ثم إنها يعني هذه القروض دائماً تجي من أول شهر تبتدي تدفع القروض، وهذا طبعاً خطأ، لأنه الإنسان بالذات الإنسان الجديد لا يعرف يعني حتى لمدة سنتين، أعطيه مدة سنتين علشان يبني نفسه ويكون المشروع، لكن إنك من البداية تجي وتقول له ادفع فهذا صعب. كلثوم النواصري كانت ولا زالت تؤمن بقدرة المرأة اليمنية على صناعة النجاح ومواجهة التحديات ومنافسة أخاها الرجل في شتى ميادين الحياة.